مقام مباراة اليوم وسط أجواء كروية جميلة. معكم فارس عواض وهذه تحياتي لكم من كبيرة التعليق. مباراة اليوم ستكون مميزة لأنها تلعب ضمن فعاليات ديفيجن رايفلز. لدينا اليوم فريق يونايتد ضد فريق ساينز. معنويات مرتفعة عند أصحاب الأرقام الطبيعي بالنظر إلى النتائج الأخيرة اللي حققها الفريق. مستويات كبيرة تزيد من الثقة وتجعل يعدي فيها بمر يعدي الحارس يتصدى يمنع فرصة هدف محقق. تألق كبير في اللقطة الماضية من حارس المرمى. ضربة ركنية بدون خطورة والكرة بتضيع. أنطوان كريزمان هالاند وفيها خطورة الكرة في المرمى. هدف افتتاح لم يتأخر لمباراة قد تشهد الكثير. نشوف الهدف من جديد. بينية ترسل بشكل خطير ثم الدور يأتي على هالاند الذي يعرف كيف يتصرف في موقف الواحد ضد واحد. كرة قوية صعبة جدا على الحارس والكرة تذهب هنا. ضغط جيد ممكن أن تصبح خطيرة على المرمى. فرصة التعادل بتضيع. كرة تخطو المرمى. شوف المجهود في اللقطة الماضية. كادوا أن يصلوا وسيصلون إذا استمروا بهذه الطريقة. بينية متقنة. هجمة تواري والكرة في المرمى. مشاركة رقم 50 لمع فريقه يسجل هدفا رائعا ليجعل مشاركته أكثر تميزا وسعادة وفرحا. إمكانيات كبيرة. شوف المرور. الله على المهارة. تدخل وإبعاد اللقطة. كريزمان يتقدم بالكرة. برافو تغطية سليمة إبعاد لهذه الكرة. خلصها من مناطق الخطر. كرة بيتغير اتجاهها وتخرج إلى رمية التماس. جنون في هذه اللقطة. مستحيل هذا التصدي. الله على الكرة رأسية مثالية باتجاه المرمى لكن الحارس يبعدها. صافرة وخطأ. هل تكون هناك بطاقة؟ الكرة في الهجوم بعد ضغط متقدم وتدخل رائع. المرور ممتاز. الله على اللقطة. تصدي هنا والكرة مستمرة. محاولة لإيجاد ثغرة وإيجاد مساحة. الكرة إلى خارج الملعب رمية التماس. دوغلاس لويز. فينيسيوس. تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم لكن تفشل هذه المحاولة. من المهم جدا التركيز في الثلث الأخير. والكرة عند العويران. أوهو ضغط متقدم وقطع للكرة. أنطوان كريزمان. كرة تعود مع ساينز. أمام مساحة في هذه اللحظات والحارس يشتت الكرة في هذه اللحظات. الدعم يأتي في هذه اللحظات. حلو التدخل.
خلص الكرة بدون مشاكل. أعتقد الفريقين بحاجة لنظام أفضل بدل من هذه الفوضى اللي قاعدين نشوفها. يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح، عدى فيها بشكل ممتاز، تحكم سليم في الكرة، لكن وين الكرة؟ بتتخلص قبل محاولة المرور الثانية. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. الكرة كان أكثر من اللازم، من المهم جدا معرفة التوقيت المناسب. مذهل باللاعب، مذهل في نهاية مذهلة. الله على المرور، شوف الكرة، يا سلام على الفن في هذه اللقطة. ماذا سنشاهد؟ فرصة أمام فينيسيوس، ضربت العارضة لكن اللاعب مستمر، المرمى خالي، يضع الكرة في الشباك. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الآن لنقطة البداية. شاوينجا، كرة بتتخلص بعد عمل جيد حقيقة. والضغط العالي يصبر عن استعادة للكرة في مناطق خطيرة، والعرضية مميزة. فدائية كبيرة في هذه اللقطة، شوف اعتراض الكرة. تفوق في النتيجة وفي الإحصائيات، هذا أمر يؤكد بأن التفوق لم يكن أيضا بالصدفة، بل كان مستحقا. هذه الأرقام تثبت بأن هذا التقدم مستحق، وأن الفريق يقدم مباراة ممتازة في أرضية الملعب. إصرار هنا على مواصلة التفوق الهجومي. تدخل لمنع الخطر في هذه اللقطة. والآن وصلنا لختام أحداث الشوط الأول. انطلاق الشوط الثاني للمباراة. الشوط الأول انتهى على نتيجة عريضة لمصلحة يونايتد، والآن ممكن أن يوسع الفارق أكثر. والبينية هنا خطيرة جدا، كرة ترسل باتجاه هالاند، الحارس يبعد الكرة الرأسية التي لم تشكل خطورة. والخطأ موجود هنا، وسيكون هناك ضربة حرة. حكمة المباراة تبدأ تحت الفرصة، خطأ وركلة حرة في مكان قد تشكل خطورة. فرصة لهز الشباك من هذه الكرة الثابتة هنا. محاولة جيدة، الكرة تصطدم في الحائط. كانت فرصة تقليص الفارق في اللقطة الماضية، محاولة ممكن تكون حافز للفريق حتى يواصل المحاولات على المرمى. أداما، تمركز جيد يساعد في قطع الكرة، عنده فرصة للتسجيل. الله على التصدي من تير شتيغن، اشتعلت المباراة خلال العودة تقترب، التعادل صار ممكنا، المباراة لم تنتهي بل بدأت الآن. أي سيناريو مجنون في هذه اللحظات. الآن مع بيلينغهام،
القريبة وليس التسديد بقوة. حلو التدخل والكرة رمي التماس. مهارة كبيرة في التمرير. هالاند وفيها خطورة. التصويبة قوية رائعة لكنها بجوار القائم بقليل. فينيسيوس جونيور بيعدي فيها بمر بيعدي. فرصة كبيرة كانت لكنها لم تستغل وكان بالإمكان أفضل مما كان. أهدرها وهو في موقف الواحد على واحد مع حارس المرمى. اعتراض الكرة في مكان حرج. فينيسيوس جونيور بينية ساحرة من جانب فينيسيوس. هاري كين حلو التدخل خلص الكرة بدون مشاكل. الآن تأتي المساندة. واضح أن التدخل كان محسوبا حتى لو كان هناك بعض التهور لكن في النهاية لا يوجد خطأ والقرار صحيح هنا. اللعب كان على الكرة ولا توجد فيه أخرى. ممتاز التمريرة ممكن فرصة خطيرة. مشاهدينا الكرة كانت خطيرة جدا. التحرك كان سليم كان كل شيء مثالي لكن قرار التسلل صحيح في النهاية. لا يمكن أن تفقد الاستحواذ في هذا المكان. يا لحيم أي تصدي أي روعة أي قوة. يرفعها في وسط 18. ضربة ركنية لا تشكل أي خطورة. باشا باشا شوينجا. انظر إلى البينية الحاسمة هنا وفي المرمى. هدف يستعيد التقدم في النتيجة مرة أخرى. هنا شاهد الإعادة شاهد الهدف في المسافة القريبة. من الطبيعي التسجيل لا يمكن إهدار مثل هذه الكرة. لحظات درامية مع اقترابنا من نهاية المباراة والنتيجة ربما تكون حسمت الآن. ترام شوف التمريرة الجميلة يهرب فيها من الرقابة. الله على المهارة. سعيد العويران هاري كين. المنافس يسيطر على الكرة. من الممكن تعويض الهدف الذي يفصل بين الفريقين في أي لحظة. المهمة ستكون صعبة في الدقائق الخمس الأخيرة.
لعبوا للمدافع خلص الكرة آخر فرصة للعودة في النتيجة. الله على تنظيم اللعب، الله على محاولة بناء هذه الفرصة والعودة في النتيجة. فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات، هجمة مرتدة في هذه اللحظات، ولكن عودة بطيئة من الدفاع. ركلة جزاء يتم احتسابها في التوقيت القاتل، ستقتل آمال العودة في المباراة لو سجلت. اكتفت هنا باحتساب ركلة الجزاء دون إشارة بالبطاقات. في رأيي هذا هو القرار المناسب في هذه